بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية الى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للاعمال الانسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة وذلك ردا على برقية سموه المهنئة بفوز اللاعب علي منفردي وحصوله على المركز الاول والميدالية الذهبية في بطولة العالم للجوجيتسو المقامة في مدينة أبو ظبي وأعرب جلالة الملك المفدى عن في البرقية عن خالص الشكر والتقدير على هذا الانجاز الرياضي المشرف مشيدا جلالته بالانجازات الرياضية المتميزة التي تحققت بقيادة سمو الشيخ ناصر ودعمه ورعايته للشباب الرياضي وإظهار الطاقات الكامنة التي يتميز بها أبناء البحرين في جميع الألعاب واكد جلالته على الدور المشهود لسموه في المجال الرياضي والشبابي، الامر الذي ساهم في تحقيق العديد من البطولات والالقاب في مختلف الالعاب الفرديه والجماعيه على المستويات العربيه والاقليميه والقاريه والعالميه. منوها حافظه الله بان انجازات سموه الشخصيه في مختلف الرياضات شكلت قدوه للشباب الرياضي وحافزا ودافعا لهم لحصد الالقاب والبطولات. داعيا جلالته المولى عز وجل ان يحفظ سموه ويحقق ما يصبو اليه مع شباب البحرين من رفعه وتقدم للوطن الغالي في المجالات الشبابيه والرياضيه. وقد تلقى حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه اهل البلاد المفدى حفظه الله برقيه تهنئه من سمو الشيخ ناصر بن حمد ال ممثلي جلاله الملك للاعمال الانسانيه وشؤون الشباب رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضه. رفع فيها خالص التهاني والتبريكات الى مقام جلالته السامي بمناسبه تحقيق اللاعب علي منفردي المركز الاول في بطوله العالم وحصوله على الميداليه الذهبيه في بطوله العالم للجيوجستو المقامه في العاصمه ابو ظبي بدوله الامارات تحت تنظيم واشراف الاتحاد الدولي للعبه واكد سموه في البرقية بأن هذا الانجاز الرياضي المشرف تحقق بفضل من الله ثم بفضل دعم ورعاية جلالة الملك المفدى للرياضة البحرينية والذي عزز المكانة الرفيعة للمملكة في المنافسات الرياضية واستكمالا لمسيرة النجاحات التي تحققت بسواعد أبناء المملكة دع سموه الله سبحانه وتعالى أن يحفظ جلالته ويمن على جلالته بالصحة والعافية والعمر المديد ويديمه عزا وذخرا للمملكة